كثير من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يحل هذه المشكلات بالكلية. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى حجته التي بعدها ذهب إلى العراق وقتل يوم الجمل رضي الله عنه، أوصى ابنه عبد الله على قضاء ديونه، فإذا هي عدد هائل جدا، ديون هائلة، فقال له: إذا أتاك أهل الدين فاستعين بمولاي. قال: كيف أقول؟ قال: قل يا مولى الزبير. فكان عبد الله كلما جاءه أحد يريد دينا على الزبير يقول: يا مولى الزبير اقض عنه. فقضى الله كل ديونه وبقي مال كبير جدا للورثة، فامتنع عبد الله من قسمته من الورثة حتى وقف في الموقف بعرفة ينادي مناديه: من له دين على الزبير فليأتي. فلما لم يأته أحد قسم الباقي بين الورثة. فالزبير كان على إيمانه يعتمد على هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول: يا مولى الزبير. فلا بد أن يكون هذا الزاد حاضرا في ذهن المفتي وأن يعتمد عليه.